أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليهم. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء. أولا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيه باردا، يكون الماء فيها باردا، وإتمام الوضوء يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه، فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة. الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد، ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان. فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد. والثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة في من الخير: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله موفق.